هلو، اتمنى لكم يوم جميل. تعالوا نقفل الكوفية دي مع بعض. هي انفينيتي سكارف صغير، مش بيتلف مرتين، لا هو قطعة واحدة بس، نقدر نستخدمه كرقبية او نقدر نستخدمه ككوفية صغنونة كده. الخيط اليزا ماكس طبعا كان 100 متر. دول بكرتين زي ما انتم شايفين عاملين معايا تأثير تحفة. الشمس بصراحة هي اللي مسببة البهتان ده، اللون غامق شكله حلو قوي. بالطريقة دي كده هشتغله واسحب واقفل الكوفية بتاعتي. طبعا الخيط ده بيليق معاه التريكو اكتر من الكروشيه، ولكن الكلام ده مش بيفرق معانا، احنا بنشتغل كروشيه تونسي. والنتيجة زي ما انتم شايفين مرضية جدا وحلوة وسميك كده، مش بياخد وقت. يعني هي عبارة عن بكرة كلها، وشوفي عملنا منها ايه، شكلها مميز بجد وسهلة كده وحلوة. وزي ما انتم شايفين التقفيل بالطريقة اللي انتم شايفينها دي بيعمل لي شغل نظيف. زي ما انتم شايفين كده ببتدي اقفل، بدخل في سلسلة واطلع من التانية. زي ما انتم شايفين التقفيل قد ايه كيوت، شكله حلو قوي ومش باين خالص ان هي كانت مفتوحة اساسا، وده بيخلي لي شكل شغلي نظيف زي ما انتم شايفين. تابعوني على الفيسبوك والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة. مع السلامة، باي.